بده يروح على الانتخابات بيروح على القانون مثل منه. القانون مش لعبة بس منشوف مصالحنا الصغيرة فيه نقعد منغير فيه. لكن في بلد كلبنان كما القضاء هكذا القانون لعبة بيكسر السياسيون ساعة اللي بدهم وبرقعوها عند الضرورة. والدليل جلسة مجلس النواب الفولكلورية التي حضر فيها طيف المنتشرين الذين وصفهم بعض النواب الأمة بالزينة والبعض الآخر باللي ما هم من لبنان إلا الكبة والسفيحة. فكانت النتيجة تغيير قانون 2017 بسحب حق المنتشرين بالتصويت لنوابهم الست في الخارج والإبقاء على تصويتهم للنواب 128 في الداخل. للأسف اليوم مش صحيح انه المنتشرين صار بحق لهم يصوتوا لل 128 نايب، لانه القانون واضح كل شخص لبناني مقيم او مغترب بحق له يصوت فقط للنواب اللي هن ضمن دائرته الانتخابيه وبحق له يعطي صوت تفضيلي واحد. كان القانون السابق اللي كان موجود بحق لكل واحد منتشر انه يا اما يجي يصوت ببلده لضمن دائرته او اذا بحب يصوت لممثلينه اللي هن خارج لبنان. بفتكر اليوم صار في مجزره تشريعيه بالمجلس النيابي. قرروا عن الانتشار الذي يشكل عصب الاقتصاد اللبناني والغوا حقهم بالتمثيل لمصالح داخليه وحسابات سكور زيادة من هون وأخرى من هناك، لكن للانتشار صوت قادر أن يخرق جدار من لا يريد أن يسمع. نحن ولا مرة كنا عم نصوت ل 128 نائب، نحن بدورة الماضي صوتنا للنواب المرشحين على دائرة النفوس اللي نحن مسجلين فيها، اللي اختلف إنه منع على المنتشرين حق يكون عندهم تمثيل مباشر. نحن شعرنا بالإهانة. إلنا الحق نوصل صوتنا من خلال نواب بمسلونا. نحن بالاغتراب تلقينا صدمة اليوم باللي صار بمجلس النواب إنه انحرمنا من صوتنا بانتخاب نواب الستة. من 4 سنين لأول مرة بتاريخ لبنان صحلنا نصوت. هالمرة حسنوا القانون ليعطونا نايب من أستراليا يمثلنا هونيك، وهلأ الطاقم الفاسد شلحنا إياه؟ مينهم هن؟ نحن لبنانية قدهم إذا مش أكتر منهم. إلى إلغاء حق المنتشرين بالتمثيل وشطب الميجا سنتر المسهلة للمقيمين وتطهير الكوتا النسائية تلاعب المشرعون بالمواعيد فارتأوا إجراء الانتخابات في 27 أذار بدل 8 أيار وصدق سريعا رغم اعتراض وحيد يتيم سمع من باسيل لاعتبارات مناخية بالدرجة الأولى ولتزامنها مع صوم المسيحيين. فأية خيارات أمام رئيس الجمهورية الذي له وحده الحق مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية تحديد موعد الانتخابات، هل يوقع القانون؟ هل يرده؟ علما أن باسيل أعلن أنه سيطعن بما اعتبره حق لا يمكن سحبه متى أقر. للرئيس الحق خلال مهلة إصدار القانون أن يرده إلى البرلمان أو أن يصدره أو أن لا يتخذ أي موقف منه فتمر المهلة وينشر. أما إذا رده للبرلمان فيحتاج إذاك للأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان أي 65 نائبا من أجل إعادة الإصرار عليه. كما أن هذا القانون هو قابل للطعن خلال مهلة 15 يوما من نشره في الجريدة الرسمية لدى المجلس الدستوري، إما من رئيس الجمهورية وإما من رئيس المجلس النيابي وإما من رئيس الحكومة وإما من 10 نواب. بالانتظار كلمتان تلخصان مشهد اليونسكو اليوم. صار في مجزرة تشريعية بحق قانون الانتخاب. هول مغتربين برا هن الزينة الحقيقية للبنان. هودي مش سفيحة وكبة، هودي علم لبناني وهوية لبنانية ودمه لبناني وأصل لبناني وفصل لبناني. وعلى الإصلاح والإصلاحات. السلام.